إلى الشأن المحلي مرة أخرى، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التموين والتي نفت صحة ما انتشر حول وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية، وأكد أن جميع السلع متوفرة.